أو دتك جارسيو إن لغو يرادا اقرأ أول وحي كسو دقاو النقضة دبتنا مسلمين تويكا فائدية وحيابها فكاهات كاهدان دين أخرية علماء دي مسلمين تيهوري أحلى تلماما يعني قراءاتك يوح أخرسك سيدا يومد مسلمين تهدي حدو ضواها يوح غير عادية وحي تلماما علماء وح أخرس دلي وح أخرس اللنطي وحي الشيغان علماء كتب دي شيء فكاهاتك مركيكا والرمية أحد العلماء النحويين وحي كنت المامان صلاة جمعوك صباح دبتنا صلاة جمعة مساجد كوفردية بعد العصر بوكي مباليري إساقو السي صعودة عصر كدبدي أي عددي سوحا هيد بيد هذان حتى إنت أصعان أيوين وحخرية موياني إن أنا وقتك أسكالو منين ومساجد مركو صباح وقل ريسا سيقار أيو وضاد أيوين وحكو سيأخريو وأنو يرى نقع صلى الله عليه هذا إساقو وحخرين أيه ونحن سي صعودة أي وضير الله قفرس كدبيمي تنور ريحي قد بكر دي بيد هذا ومضح وقود عي مالين لباد دي بوقو عي وحيدا دي محكم دي علماء دي قراءة ونباطي وحكم دي جاهد جاهد وحيدا هذا كتب تيسي كسو الدنتي بيد هذا دي تنوي دي وحي تلمامي ترى الرجل قاركو إمام الزرق الشيوك انتو مكتب ضاي ما دوح لغوي من ايو كتبت كامانستو ايو كمام كان ميلهم حاوكو تشري تشري بيلا دان وراقيكو سيدان تشرين دبتنا انتو كتبت ما يشقو اخريو ايو قران تشري احد العلماء النحويين وحي كنت المامان صلاة جمعوك صباح دبتنا صلاة جمعة مساجد كوفردية بعد العصر بوكي مباليري إساقو السي صعودة عصر كدبدي أي عددي سوحا هيد بيد هذا حتى إنت أصعان أيوين وحخرية موياني إن أنا وقتك أسكالو منين ومساجد مركو صباح وقل ريسا سيقار أيو وضاد أيوين وحكو سيأخريو وأنو يرى نقع صلى الله عليه هذا إساقو وحخرين أيه ونحن السي صعودة أي وضير الله قفرس كدبيمي تبتنور ريحي قد بكر دي بيد هذا ومضح وقود عي مالين لباد دي بوقو عي وحيلا دي محكم دي علماء دي قراءة ونباطي وحكم دي جاهد جاهد وحيلا هذا كتب تيسي كسو الدنتي بيد هذا دبتنا ويدي وحيت المامي ترى الرجل قاركو إمام الزرق الشيوك له انتو مكتب ضاي ما دوح لغوي من ايو كتبت كامانستو ايو كمام كان ميلهم حاوكو تشري تشري بيلا دان وراقيكو سيدان تشرين دبتنا انتو كتبت ما يشقو اخريو ايو قران تشري جاحد كانو حيلا هدان مركو سكا لو ودرقو كتب قرن وايي ايو كوا كتبت قضا ايو ورن تشري هبين كي يقكر ايان ماشا ساحده وحو الربا انت نعاوة انو سوى تشيدي سوى يو بوكس كان اخريو كرابة وكريسان يو حويان انو اسكد ضيو انو بوكس كانو اخريو وايو مطبع عدم اتشيرين كتبتو وي رايين وان كتابك مركات قدم يسون الناسخة انت دو قيسو كو قرا وو قرا مركو قرا هدنا وين شيخي كتابك لها مرضى دي سي سنة كايستي لو قيالة تصحيحية انا وحطا لقرين وحل لقرين وصحي هاي وإديتين دبل وسمية كدب مركز ونقوم كرا بوغل اعتماده أو الأخري كرا وإلا كتاب الأسكاق القروك استلم أخريني وحكم مقطع مركز داتك كان سيدة يؤد داليين أما قراءة دو أي وحوق بضنيت أما وحخرس كاي وحسيني وقت كان عصر غير النور لهاي إلهي وفضي دي آد بوي وفضات waxaan sitaa kombiyuutar yar kuwan yaroo isku laablaabay intaan leeg hal maktabad oo igu jirta 13,700 kitaab ku jira waa hal library yaroo ku jira
laga yaabo 20 megabyte 20 gigabyte meelahaas inuu yahay. Idan maktabad hoolkan aad fadhidaan qaadi kartaad kombyuutarkaaga maanta ku sidan kartaa, wala fudaydii ayi kitaab aad u baahato ayaad ama library kasoo amaahan kartaa ama nadka ka dhexeli kartaa isagoo PDF ama wax ku doona ku qoran. Ayi kitaab aad maanta u baahato ayaad heli kartaa iyadoo la sharxayo oo codkiyo duubana oo nadka uu ku jiro, ama jaamacadka onlineka ha yeeshaan oo lacag yar laga qaado oo membarka noqoto, ama kuwan freega ah free softwareska meelaha ku duubayna ku jira. Ayi fan kuu doonaya ha noqdo, maanta adigoo gurigaaga fadhiyo meel lauga bixin ayaad muxadis noqon kartaa oo mufasir noqon kartaa oo lugawi noqon kartaa oo saynisyahan noqon kartaa oo cilmi noqon kartaa. Xataa mawaadda iskuulka lagu dhigto, iskuullada waxaa ku dhigataan iyadoo duuban oo la sharxayo, macalinkii sharxayo sabuuradda ku qorantay ayay ku jiraan netka. Luqal ingiriisiya siba haddaa garanaysaan waad helaysaa. Ayi class from class 1 ilaa iyo intaad ka baxayso ayi subject ku jira, chemistry, physics, mathematics, wuxuu doonaada english oo lectureiyo duuban oo macalinkii dhigayo sabuuraddana lagu qorayo aad arki karayso. Yacni waqtiga maanta la joogo qiraa'adii iyo kitaabadiiba waa la fudaydii, waxaad helaysaa wax kasta oo qoran wuxuu doona ha noqdo. Ayi masale maanta aad u baahato ead googalka ku dhufato waxaa laga yaabaa markaad iska dhaafto lectureska yarare iyo waraaqaa yarare la qoray iyo less than more than 20 books inaad hesho masaladaa ka warramaya oo PDF files iskaga dhex jiraa. Laakiin hamadii baa yaraatay, dadkii baa hamadu ka dhimatay, dadkii baan rabin inay koraan oo wax bartaan, dadkii baa noqday u qaatay inaan waxbaba baran karin. Waxaa laga doorbiday boodbood iyo cayaar iyo waxaan qiimo badan lahayn. Umamku maanta marka la qiimeynayo say u kala horeeyaan, waxaa lagu qiimeeyaa aqoonta, say u kala aqoon badan yihiin. Wadamaha jira maanta dunida ugu horeeya aan wadanadoodu resource ba lahayn. Jabaan maxaa resource yaalla? Nothing, resource ma leh, laakiin aqoon bay leedahay. Aqoontu iyadaa resource. Markaa haddaad aqoon leedahay adaa ah resourcekii rasmiga ahaa. Dariskan markaa dantii laga lahaa anaan usoo koobay wuxuu yahay inay barataan in waxna la akhriyo waxna la qoro, in wax la akhriyo. Waxaad akhridayna culamada muslimiinta hore waxay odhan jireen qoraalku waa dabarka cilmiga bay yidhaahdaan. Xoolaha geela haddaad taqaanin de saanu kaaga lumin waxaa lagu xidhaa dabar iyo seeti iyo shakaal. Xadkaan geela lagu xidhxidho waa la xidhaa saanu kaaga lumin, cilmiguna saanu kaaga lumin waa la qoraa. Waayo cilmi kastaad maanta fahamtay sanadkii hore waxaad iskuul ku dhigatay, haddii maanta lagu weydiiyo waxba kama xasuusinid, markii waad fahamsanayd waad wada garanaysay. Laakiin maalintii imtixaanka aad ka baxday bay iyana evaporation qaadatay ayuu kaa duulay wixiiba. Haddaad se wax qorato waxa la qoro markasta waad raajici kartaa, waad ku noqon kartaa wax rasmiya. Waxaan ku soo koobaya markaasi waxaa la idinka baahanyahay inaad waxna akhridaan waxna qortaan. Sala allahuma ala nabiyina Muxamed wa ala alihi wasaxbihi wasalam. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء. إلهي سبحانه وتعالى وحنا نبرينا إن ميزانك حسناتك حسناتك وقدره وحضرة قيم كأيد من نسوك يا شيخ. إننا نقول لقدر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من سكن طيبا سكن
سكن طيبان.